عقارات كوريا والتأجير والإعلام، وصرنا نشوف بصراحة مسلسلات بالإعلام وقرارات تنحط وقرارات تنشال. طبعا معي ضيفي اليوم الأستاذ يونس المصري الصحفي السوري من دمشق. تحياتي أستاذ يونس. أخي أحمد، يسعد أوقات جميع الأخوة المتابعين والمتابعين الكرة السورية والرياضة السورية بشكل عام. يسعد مساك وتحياتي إلك، ومنورنا من زمان كثير. طبعا اشتقنا لك بصراحة. تسلم لي يا أحمد، وأنت منصتك منصة محترمة، ويعني الواحد وقت هيك منصة تطلب أي أمر يتعلق بالرياضة السورية والكرة السورية نحن بنلبي مباشرة، وهذا الأمر واجب علينا نحن كإعلاميين، واجب عليكم كمتابعين وإعلاميين وأصحاب منصات نعم، إعلامية. تسلم استاذ. القادم بالدوري السوري تتوقع، او في دراسة من الاتحاد السوري بضخ اعلاميين، في انه يجبروا الاندية باعلامي ونسق اعلامي ومصور وعمل احترافي غير اللي شفناه بالموسم الماضي؟ وهذا من شروط الانديه على مستوى اسيا، انه يكون في منسق اعلامي ميديا اوفيسر نعم، موجود مع النادي وفوتوغرافيك ومصور ايضا نفس 100%. نعم، القصه. للاسف نحن لهلا مهتمين بالانديه بهذا الموضوع، دائما ما عندنا يعني لهلا ما عم بياخذ حقه واضح والمهني بالانديه، يعني حاله حال اي اعلامي عم يشتغل. نحن مع الاتحادات ايضا، يعني انا بدي احكي بكل صراحه نعم، اخي احمد، الاعلاميين حاليا نحن اللي عم يشتغلوا بالجو الاعلامي ان كان نعم بالانديه او بالاتحادات هن اعلاميين مسيرين فقط. وليس مخيرين. نعم، ومعظم الاعلاميين اللي كان لهم اسم واللي كان لهم دور وباع مبتعدين، ما بيشتغلوا ضمن هالاجواء هي اللي نعم، هي اجواء مثل ما تفضلت حكيت، رئيس الاتحاد بده كذا، رئيس النادي بده كذا، الفلاني الداعم الفلاني بده كذا. فبالتالي هي موضوع يعني ما صار موضوع اعلام بقدر ما صارت مهنه، انه وظيفه فقط لا غير. اما كدورك اعلامي انت كمنسق اعلامي بنادي او منسق اعلامي باتحاد او مع منتخب، انت ما عم تقوم بدورك الاعلامي الواضح والصريح، انت عم تقوم بوظيفه اعلاميه، وبالتالي انتفت عنك صفة إعلامي. ولكن ممكن هون نحن صار نسميه هو موظف إعلامي ضمن نعم، جسم هذا المنتخب أو جسم النادي المفروض يكون موجود معه. الإعلام بشكل عام بسوريا حتى الآن نحن بصراحة، يعني أنا فتحنا الكلام وخلينا نفتحه على الأخير بالنسبة لموضوع الإعلام بسوريا، نعم، متراجع جدا 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 للأسف أنا الشديد. آسف، متراجع وصار هابط، يعني بالمستوى اللي عم نشوفه هلا. بحكي لك أنا بطريقة شفت بعيني شغلات كتير سيئة وغير إيجابية. ما عاد في معايير، يعني اخي احمد المعايير المهنيه لم تعد تتوفر نعم، بالعاملين في الوسط الاعلامي الرياضي حاليا. يعني دخل الكثير من المتطفلين على الحاله الاعلاميه، نعم، اصبح المصور اعلامي، اصبح الاداري اعلامي، مساعد مدرب اعلامي، ما عاد صفحة يعني فيسبوك صارت شغله إعلامي اللي عادي، ما هو صفحة شغله يوتيوب مثل إعلامي، أي حدا واصبحت. هيك. نعم، صارت المصطلحات يعني. نعم. وبالتالي يعني للأسف الشديد نحن نأمل أنه يكون في تنظيم للحالة الإعلامية الرياضية بالبلد بشكل صحيح، ويكون في معايير لهالمواضيع هاي، ويكون الإعلامي له قيمته. للأسف فقد قيمته المهنية حاليا في البلد، يعني نحن إعلامي ب 200 ألف ليرة سورية بيشتغل لك وبيكتب لك شو ما بدك أنت كرئيس نادي كرئيس اتحاد، نعم، بسفرة ممكن هو يغير كل مبادئه، نعم، بس سفرة واحدة بيغير لك كل مبادئه. يعني يعني هالمواضيع هي للأسف يعني أصبحت بالنسبة لنا نحن تشكل عنا حالة إحباط. وهذا الأمر إذا بتسأله مو بس ليونس المصري، لجميع الإعلاميين اللي اشتغلوا بالإعلام الرياضي من عشرات السنين، إذا بتسأله نفس السؤال هذا أكيد راح تكون نفس الإجابة له، هي إنه في قرف وموضوع التطفل الجو الإعلامي نعم، اللي ما أصبح هناك فيه مهنية ومعايير ممكن نحن من خلالها نقول عنا في عنا إعلام رياضي صريح وواضح وقوي وصاحب مبدأ. نعم،
هلا استاذ يونس، اليوم انا بدي اقدم بطاقه اعلامي او بطاقه دخول، يعني بطاقه اعلامي لمباريات الاتحاد الكويتي. فرضنا على سبيل انك عايش بالكويت، بعرف قوانين الاتحاد الكويتي، بيطلبوا الاوراق الرسميه لإلك، هويتك، امور، بعدين الصفحات اللي انت بتشتغل فيها او لإلك. في شروط، اتوقع يمكن 25 شرط بدك توقع عليهم، هدول عدم الإساءة، طريقة التعامل، قصص كثيرة يعني بتهم وجود هذا الشخص بهذا المكان، وبهم أيضا يعني إنك تمثل اتحاد كرة. أنت أخذ بطاقة إعلامي بس اتحاد كرة. عندنا بسوريا بتدفع 150,000 تقريبا أو 175,000، بيكون صفحتك فيها 50,000 بتاخذ بطاقة إعلامي. بتشوف مصائب بالدوري السوري، بتشوف مصائب. أنت اليوم أي حد حامل كاميرا ومايك أو تليفون ومايك بيسيء لرئيس نادي، بيسيء لرب العالمين، بيسيء لمشجع آخر، بيسيء، يعني بتشوف شغلات. أنا شفت هذا الشيء من يومين، يعني تخيل أنت والشخص اللي عم بيغ. أنا شفت هذا الشيء من يومين للأمانة مع رئيس نادي الفتوة، حدا أساءله، ومو شرط رئيس النادي، أي رئيس نادي. وشفت إساءات كثير بين الأندية. ليش؟ لأنه اليوم السوشيال ميديا صارت عم تعطي مصاري، كان اليوتيوب أو الفيسبوك، فعلى حساب هذا الشيء بيعمل ترند، وفلان صرخ على فلان، فلان سب فلان. وين دور اتحاد كرة القدم؟ هل هذا الشيء ينطبق عليه محاسبة ولا لا؟ وليش ما عم يحاسبوا؟ هاي الكلام، هاي النقطة اللي عم نحكي عليها أخي أحمد. نعم. نحن شو هو المعيار الإعلامي، أو شو هو المعايير اللي ممكن أنت من خلالها تقول عن هذا الشخص إعلامي وجدير بأن يحمل البطاقة الإعلامية ويمثل اتحاد كرة القدم أو يمثل النادي الفلاني أو النادي الفلاني؟ هاي مو موجودة. أنا بعرف كثير، يعني نحن صرنا بعرف قد صرنا بالملاعب، يعني أنا كثير بعرف ناس بس اشتروا كاميرا ب 200,000 ليرة سورية، وقفوا على المضمار، صاروا إعلاميين. صاروا يعني هو كان برا الملعب، يعني هو كان بين الجمهور، مع احترامنا لهم ومحبته لهالموضوع هذا ومتابعتهم، ولكن هناك في تأهيل، في 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 كفاءات، معايير متوفره. كيف البطاقة. كيف انا مستغرب، كيف يعني عم ياخذوا البطاقه الاعلاميه؟ كيف نصدر له بطاقه على مبدأ الفيسبوك وما في بلد بالعالم العربي بيعترف بفيسبوك هذا اعلامي؟ بتشتم رئيس نادي، بتشتم رب العالمين، بتشتم جمهور، بتشتم بمن كان، وبتاخذ بطاقه عندك صفحه فيها 50,000 ولا 100,000 وبتدفع 125,000. فهذا الشيء يعني ممكن نشوفه السنه الجايه بالدوري، ولا حنشوف يعني فعلا قانون حقيقي للاعلام؟ وفي قانون لوزاره الاعلام، يعني اتوقع هذا الشيء غير، يعني غير مطبق بالدوري السوري. انا شايفه القانون موجود ولكن غير مطبق. اكيد اكيد تنظيم هذا الامر، يعني تنظيم ضروري جدا. مثل ما ذكرت الحوادث اللي صارت اكيد هي رح تنعكس بشكل سلبي على سمعه الكره السوريه بالنهايه. يعني نحن دائما الاعلام، واي اعلامي اخي احمد، يجب ان يكون له مرجعيه. حلو. يعني انت تفضلت، انت عندك موقع مرجعيتك مدير الموقع، عندك جريده الكترونيه مرجعك مدير التحرير، عندك جريده الكترونيه. اما انت لا يكفي انه، يعني ما انت ما فيك تحاسب واحد على موبايل وعنده مثل ما تفضلت عنده كم مشاهده وكم متابعه، هو انه صار اعلامي، هذا مين مرجعيته اذا انت بدك انت تحاسبه او اخطا؟ بيروح يغير يعني اسم الصفحه هذا بطريقه ثانيه. كيف؟ بيغير اسم صفحته على الفيسبوك وبيرجع بطاقه ثانيه لو سحبت بطاقته انت، لو سحبت بطاقته هي، لو انسحبت البطاقه. هاي يعني لا، وانا لاحظت يعني هناك في تجاوزات كثيره بمنح البطاقات الاعلاميه بموضوع الدوري السوري. يعني 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 انا للاسف هي تسجل على المكتب الاعلامي باتحاد كره القدم، اللي لا يجب ان يكون عنده معايير خاصه بكل شخص، مو اي شخص فات مثل ما تفضلت وحكيت انت عنده صفحه، او في بعض الاحيان عم بيكونوا يعني اشخاص عاديين بس انه هن تحت يسمى مصور. نعم. فقط لا غير، يعني مصور مباشره بيعطيه بطاقه اعلاميه كونه هو رفيقه او لا صارت صاحبه وصارت او وصارت بدايه يعني الموسم صارت. يعني نعم يعني وصارت. هي واحده من الامور يعني، ولذلك يجب ان يكون هناك في مراقبه على موضوع البطاقات، مراقبه على عمل المنسقين، مراقبه على عمل الاداره الاعلاميه في المباريات، كيف لازم تندار بشكل صحيح. نعم. هذا الامر كله نحن للاسف يعني عم نحاول اتحاد كره القدم، حتى نحن ما نظلمه ونجلده، لا. نعم. هو كان في موضوع انه يكون في منسقين اعلاميين في المباريات، هذا امر جيد.
ولكن للاسف يعني هو كان اختيار الملصقين الاعلاميين، يعني انا حسيتها هي مثل موضوع تسكيت لبعض الاعلاميين. نعم. هلا بس ايه فهذا انا اتمنى استاذ يونس الموسم القادم اتمنى من اتحاد الكره بيدرس موضوع انه عندنا صحفيين دارسين وتعبوا. اليوم احمد دلي لا يستحق بطاقه، ما بعطيه بطاقه اعلامي لو شو ما كان واسطته، مين ما كان يكون واسطته. اليوم عندك صفحه فيسبوك، اهلا وسهلا فيك، جيب لي رئيس تحرير بالصفحه بيكون صحفي عنده بطاقه او باتحاد الصحفيين معترف فيه معتمد. ليش؟ انا بدي مرجعيه، بدي اعرف احاسب مين، بدي اعرف اتواصل مع مين. اليوم عندنا ناس قاعده بسوريا تعبت ودرست واشتغلت وعندها خبرات متراكمه قاعده بالبيت، واللي ما عنده شغل او اللي سوري منك انا اسف اللي اشترى كاميرا مثل ما انت حكيت او اشترى موبايل واشترى مايك راح صار اعلامي واخذ بطاقه وعم بيشتغل بطريقه بدون اي رقابه بدون اي شيء. اتمنى اتحاد الكره الموسم القادم اتمنى يكون في فرض لهالموضوع هذا مثل اي اتحاد اخر عربي. اليوم انا مالي صحفي مالي اعلامي، بدي اجيب شخص رئيس تحرير وبعطيه راتب من الصحيفه تبعي من الجريده من صفحه الفيسبوك تبعي، منه هو عم يشتغل معي بالرئيس تحرير ومنه يكون هو المسؤول عن هذا الموضوع الاعلامي. انا بدي اصدر بطاقه اصدرها باسم مين؟ فاتمنى الموسم القادم بيكون دراسه لهالموضوع اهم من المصاري عم ياخذوها اتحاد الكره واهم من ال 50 الف متابع. هي هاي الكلام يعني نامل ان يكون هناك اذان صاغيه بالنسبه للموضوع هذا لحتى تكتمل الصوره بشكل كامل من الناحيه الاعلاميه، مثل ما في يعني في دورات للمدربين والاداريين يجب ان يكون هناك دورات تاهيل ايضا وورشات عمل مطوره للمنسقين الاعلاميين لحتى نحن نعرف شو عم بيصير برا، كيف عم تنشغل الاعلام برا بشكل صحيح لحتى نحن نقدر نشتغل هون كمان بشكل صحيح. نتجاوز الاخطاء اللي بيستعونوا بخدماتكم استاذ يونس، حضرتك وكثير صحفيين موجودين بسوريا ورشات اعلاميه بتدرس هالشباب وتعطيهم شهادات معترفيه من الاتحاد مثلا، هي بتصير اكيد عاملينها كثير. الورشات تفضل. الورشات هي كثير مهمه، الورشات كثير كثير مهمه على مستوى آسيا، حتى في ورك شوب دائما بيصير اي قبل اي بطوله اسيويه، يعني على مستوى اي بطوله في ورك شوب بتضم الاداريين والاعلاميين والمدربين ومساعدين المدربين، في ورشات عمل هي نحن قبل اي بطوله لحتى يكون واضح النظام وواضح المستجدات المتعلقه بكل المفاصل اللعبه. هذا الامر برسم اتحاد كره القدم هو بحاجه الى عمل، بحاجه الى افكار، بحاجه الى ناس اصحاب كفاءه تقود هالمشروع هذا لحتى يرى النور ويرى يعني نبتعد فيه عن قدر المستطاع عن الاخطاء. نعم والله اتمنى هذا الشيء بيصير، لانه انا ب 2017 الاتحاد الكويتي ما قصروا عملوا اعلان دورات ودخلنا بالدورين، جابوا لنا محاضرين اسيويين اللي بيحضروا ببين سبورت، وهلا في قبل كاس الخليج بالكويت في ايضا دوره اداريين ومشرفين واعلاميين في دورات دوره منسق اعلامي دوره مراسل، هذا الشيء كله بفيد. انا بدي اصدر لك بطاقه، انت مو داخل الاولويه اللي اخذين داخلين دورات واخذين فيها شهادات من الاتحاد السوري او الاتحاد الاسيوي فرضنا نقول، وبالنهايه اليوم الاستاذ يونس المصري موجود، اليوم في كثير صحفيين موجودين استعين بخبرات هدول اللي تعبوا وعملوا تراكمات وكل شيء صار عندهم استعين فيهم اعمل دورات اعلاميه، مو من كان بيجي وصار اعلامي ومعلش انا اسف حتى توظيف الاتحاد يلا هذا صاحبي مشان ما يحكي علينا نوصفه هذا كذا. انا اتمنى الموسم القادم بيكون عن جد موسم في شوي تغييرات للاتحاد على مستوى الاعلام ومستوى التصوير والاداره وهالقصص هي. يعني ان شاء الله انا بضم صوتي لصوتك، ان شاء الله مثل ما قلت لك يكون في اذان صغير لهالمواضيع هي، لان اكيد هي راح تكمل صوره كره القدم السوريه اللي بنتمناها تكون افضل من هيك بكثير على المستوى الفني والاداري والاعلامي. ما انت حكيت ولا انا حكيت الا نحن من وجعنا يعني وعلى المنا، نحن طلعنا وشفنا وانت عم تشوف بالكويت وطلعت وشفت كمان نفس الشيء، شفنا نحن ما اقل من الاخرين، ولكن نحن بحاجه الى يعني ما بدي اقول ضمير، لان في ناس عندها ضمير عم تشتغل، بحاجه الى اخلاص وبحاجه الى متابعه ومحاسبه 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 للمخطئ حتى نقدر نتجاوز نحن الاخطاء اللي عم تصير. نعم كلامك ذهب ونعم وجعنا عن جد، وانا اشوف
عم اخذ دوره مدتها اسبوع 10 ايام، اخذ فيها شهاده من بلد عشت فيها وتربيت فيها، وبلدي الام الاساسي اللي انا كمان ما في ولا دورات ولا شيء، وفي ناس تستحق ايضا هي الدورات، وفي ناس موجوده انا اتعلم من الاستاذ يونس المصري، من كثير صحفيين، بدي يعني بدي اشوف ابناء بلدي عن جد، في خبرات عندنا وفي شغل عندنا، من محبتنا مو اكثر، من محبتنا الامانه وحرصنا على عمل اتحاد الكره واتحاد السله واتحاد الرياضي كل الاتحادات. اتمنى يكون عندنا شيء قريب للدول المجاوره، بدنا نبعد اكثر من هيك، قريب من الدول المجاوره، انه لو شفنا الاستاذ يونس برا سوريا كان شفناه ياخذ اهتمام وياخذ كثير قصص، اما بسوريا عندنا نعم. اتحادنا السوري او اتحاداتنا السوريه للاسف نحن مغيبين بشكل كثير كبير. نحن بالنهايه، نحن يا اخي احمد، نحن بالنهايه نحن عم اشتغلنا او عم نشتغل هلا بالاعلام، نحن لشغفنا، نحن بالرياضه ما شغفنا لاي امر اخر. بالنسبه لنا نحن اللي قدمناه واللي حابين نقدمه نحن هو من محبه فقط لا غير، لتطوير الحاله حتى يعني نحن شفنا الجمهور هي متنفس، كره القدم والرياضه هي متنفس بالنسبه له، متنفس بالنسبه لنا نحن ايضا، نحن كاعلاميين وكمتابعين، ويوم الايام كنا رياضيين ايضا يعني نحن نفسنا، وبالتالي نحن وقت ان نشوف انه في اخطاء وعم نشوف في جو غير طبيعي وغير واجواء غير طبيعيه عم تصير بجو الرياضه او كره القدم السوريه، انت من جوا بتحس انك انت حزين على هذا الواقع، لان انت يوم ايام كان لك دور وكنت بتمنى انه يكون لك دور اكبر، ولكن الاجواء الغير مناسبه خلتك انت تبتعد وخلتنا نحن نبتعد، لان عن جد اللي عم يصير حاليا شيء ما ممكن ابدا الواحد يتصور نفسه انه داخل هذه المنظومه اللي ما يوم ايام رح حققت او رح تحقق يعني اللي نحن مطلعينه عنا امال فيه. نعم، تحياتي لك استاذ يونس، طبعا سوريا تستحق من الكثير ورياضتنا سوريا تستحق من الكثير، ونحن بلد دائما عندنا مواهب وعندنا خبرات، ووين ما رحنا دائما بيكون عندنا لمعه وصوره ويكون عندنا شيء ايجابي، اتمنى ان شاء الله صوتنا يكون مسموع، واتمنى يوصل الصوت لكل مسؤول بهمه ترتقي شوي رياضه البلد، اعلام البلد، هذا الشيء بدنا نشوفه اكيد. تحياتي لك. الله يخليك يا احمد، شكرا لك، وان شاء الله يعني نكون نحن دائما حضرتك وجميع الاعلاميين ان كان داخل سوريا او خارج سوريا على قلب واحد، على رؤية واحدة انه الكرة السورية والرياضة السورية تتطور وتحقق انجازات. انا دائما بقولها بكل لقاءاتي، بجميع لقاءاتي، يعني انا عم بتمنى، صرت اتمنى مثلا يكون لي لقاء او جلسة او محاورة حول انجازات الرياضة السورية او كرة القدم السورية، يعني انا صار لي سنوات بنطلع وبنحكي، ما بنحكي الا عن مشاكل، مشاكل وبنحكي على اللي عم يصير بالرياضه السوريه بكره القدم السوريه، وليش صارت هالقصه هاي وليش صارت هالقصه هاي، يعني نحن عم ننتظر كل سنتين ثلاثه لنحكي على فوز لمنتخب لحتى نفرح فيه ونعبر عن مشاعرنا، كل سنتين ثلاثه ليصير حاله واحده يعني ايجابيه، لا نحن بنتمنى العكس، انه دائما يكون في عنا انجازات، عنا انتصارات نحكي فيها ونستمتع بالكلام فيها اكثر من المشاكل اللي عم بتصير على مدار اليوم نحن على مستوى الرياضة السورية وكرة القدم السورية خاصة. أتمنى إن شاء الله يا رب التوفيق للكرة السورية ومنتخبنا السوري، وإن شاء الله نفرح يا رب، والاتصال القادم حنحكي أنا وياك إن شاء الله على الفرح بإذن الله تعالى، وعن أمور إن شاء الله إيجابية بعد هالفيديو إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك أستاذ يونس. توكلنا على الله. سلام. الله ييسر لك. أهلا أخي أحمد. شكرا لك. شكرا لكل من تابعنا، طبعا هذا الشيء اللي نحن بنحكيه والله شيء وجع، شيء من جواتنا عم نحكيه، فيعني ما لنا يعني الا بتمنى الفرح لسوريا، بتمنى الفرح للشعب السوري، بتمنى الفرح، بتمنى التقدم دائما وابدا، ما بتمنى الا نكون نحن الافضل بين الدول الجوار، بين العرب، بين يعني هذا الشيء اللي نتمناه، شيء طبيعي. نحن كسوريين نستحق الافضل وعندنا امكانيه نقدم الافضل، فليش حتى نموت الامكانيات اللي عنا لحتى نمشي الواسطات اللي عنا؟ هذا الشيء اتمنى، وان شاء الله يا رب صوتنا مسموع بالموسم القادم، اتمنى انه القانون يطبق على مين ما كان يكون، حابب تكون عندك بطاقه اعلامي، حابب تكون عندك شخص، جيب لي رئيس تحرير عندك معتمد باتحاد الصحفيين بوزاره الاعلام،
عندنا كثير بدنا تشتغل البلد. في ناس قاعده بيوتها هي احق باللي انت عم تعمله هذا الشيء، في ناس قاعده بيوتها هي احق فعلا. في عندنا ناس خبرات انا افتخر فيهم، لو طلعوا لبرا والله بيطلعوا معززين مكرمين. ليش ما نكرمهم جوا سوريا؟ ليش ما نكرمهم بالبلد؟ هدول يستحقوا ان يكرموا جوا سوريا، يستحقوا ان يقدموا خبراتهم. سوريا اولى بخبراتهم هدول العالم. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.